ثابت وقد التحية هي جسم الناصرية هي من تزعل تخرب بالرغة كانها علوية ثابت وقد التحية من جسم الناصرية كلها مصفى كلها مصفى هي من تزعل تخرب بالرغة كانها علوية ناصرية 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. المقطع اللي شفتوه قبل قليل مشاهدينا الكرام كان طريقة استقبال أهالي مدينة الناصرية محافظة ذي قار لمصطفى الكاظمي رئيس الحكومة بهذه الطريقة، وهناك مقطع آخر سيتم عرضه في هذه الحلقة إن شاء الله أيضا. لكن الموضوع اليوم ليس هذا الموضوع، ليس موضوع زيارة الكاظمي لذي قار ولا كيف استقبله المتظاهرون اليوم، موضوع آخر وأخطر بكثير وأهم حقيقة، وهو محاولات إثارة الفتنة الطائفية من جديد في العراق. هناك مساعي من الميليشيات، من أتباع هذه الميليشيات، من المدفوعين من هذه الميليشيات والأحزاب لهدم جامع أبو حنيفة النعمان في بغداد، وكذلك تمثال أبو جعفر المنصور. هذه محاولات، وهناك حقيقة تحشيد لهذا الموضوع من قبل الميليشيات، محاولة جديدة لإثارة الفتنة الطائفية في العراق، محاولة جديدة لجر العراق إلى المربع الأول كما تسميه الحكومة، مربع الفتنة، مربع الفوضى، مربع الدماء، مربع الاقتتال الداخلي في العراق. أهالي مدينة العظمية توافدوا إلى العاصمة بغداد، في منطقة العظمية طبعا في العاصمة بغداد، توافدوا إلى جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان للوقوف بوجه محاولات إشعال الفتنة الطائفية. طبعا كانت هناك حملات من قبل ميليشيات للتحشيد الطائفي وأحزاب أيضا مرتبطة بإيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، وأطلقت جهات ميليشياوية دعوات لهدم جامع الإمام أبو حنيفة النعمان في العظمية، وهي نفس الجهات اللي طالبت أيضا بإزالة تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد وسط ترديد هتافات طائفية وحملهم فؤوس وأدوات للهدم. أكو هناك انتشار للقوات الأمنية في منطقة العظمية في محاولة لتطويق الجامع ومنع هذه الجهات من ربما الهدم. خلونا نشوف هذه اللقطات. مشاهدينا الكرام، نسأل لماذا تسعى بعض الجهات إلى محاولة إثارة الفتنة الطائفية من جديد في العراق؟ لماذا تسعى هذه الجهات إلى إشعال حرب داخل العراق بين الشعب العراقي؟ من المستفيد من إثارة هذه الفتن؟ من المستفيد من إعادة العراق إلى مربع الطائفية؟ أيضا يعني بالنسبة لهذه الجهات والميليشيات والأحزاب اللي ترفع شعار حماية المقدسات، ألا يعتبر جامع أبو حنيفة النعمان هو بيت من بيوت الله ومكان للعبادة؟ لماذا يتم التحشيد لهدمه وللاعتداء عليه بهذه الطريقة؟ ألا تعتبر هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب نفسها
حامية للمقدسات، مصدرة نفسها للمجتمع العراقي بأنها محافظة وحامية لكل الأماكن الدينية المقدسة، ألا يعتبر هذا الجامع هو أيضا مكان ديني مقدس يعبد فيه الله سبحانه وتعالى من قبل المسلمين، بغض النظر هم من أنه طائفة، بالنهاية هم عراقيون مسلمون يعبدون الله في هذا البيت، لماذا يتم التحشيد وبهذه الطريقة لهدمه؟ أيضا نسأل ليش هذا التوقيت بالذات، ليش هذا التوقيت بالتحديد قبل الانتخابات يتم فتح هذا الملف، يتم فتح هذا الموضوع؟ وين كانت هذه الجهات قبل سنوات؟ وش راح يغير لما يزيلون تمثال أبو جعفر المنصور ولما يتم هدم هذا الجامع؟ هل سيتم عودة الكهرباء إلى العراقيين؟ هل سيأتي للمواطن العراقي أو ستأتي المياه الصالحة للشرب؟ هل ستعمر مستشفيات العراق بالأكسجين وبالمعدات الطبية اللي يفقدها المواطن العراقي منذ سنين؟ هل ستعمر الشوارع والطرقات المكسرة المهدمة الغير صالحة للاستخدام؟ هل ستقام أو ستنظف الشوارع من النفايات والزبالات والأوساخ الموجودة والمنتشرة في كل محافظات العراق؟ هل سيخرج المعتقلون والأبرياء من سجون السلطة ومن سجون الميليشيات؟ هل سيعود النازحون والمهجرون إلى ديار معمرة؟ هل هذا الموضوع، موضوع هدم الجامع وإزالة تمثال أبو جعفر المنصور، سينهي مشاكل العراق؟ لماذا يريد أو يريد البعض إثارة فتنة في العراق اليوم؟ لماذا تسكت الحكومة عن هذه المحاولات لإثارة الفتنة الطائفية؟ أين هي السلطة؟ اللقطة اللي شفتوها مشاهدينا محاولة لتطويق المكان، وشفتوا اللقطة اللي قبلها في مدينة الناصرية، كيف أن هذه القوات كانت موجودة ومع هذا ما قدرت تمنع الناس أنهم يعبرون عن غضبهم ضد مصطفى الكاظمي؟ شنو الضامن أن هذه القوات تحمي بيوت الله، تحمي العراق من فتنة، تحمي العراق من حرب أهلية، تحمي العراق من مشاكل داخلية قد تحصل بسبب أحزاب وميليشيات طائفية تحاول أن تحرق العراق بشكل أو بآخر؟ نبدأ باستقبال الاتصالات ويانا السيد حيدر من الناصرية، تفضل. حيدر نصي صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من التليفون. حيدر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيدر لو سمحت نصي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس. شلونك؟ الله يسلمك، حياك الله. شخبارك؟ الله يبارك بك. الله يسلمك. تفضل يا حيدر. الله يكرم ولد الناس يا بيضاء وجهتنا. نعم. الو. نعم. الو. اسمعك يا حيدر، بس لو تنصي لي التلفزيون حاسمعك بشكل واضح. حيدر. للاسف فقدنا الاتصال ويا حيدر، اتمنى يعاود الاتصال مرة ثانية بس ينصي صوت التلفزيون او يقطع الصوت تماما حتى لا يكون اكو صدى ويتاخر ب يعني السمع والحديث. ابو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله. حياك الله استاذ محمد وحيا الله قناه الرافدين البطله. الله يسلمك يبارك بيك. الله يعزك استاذ محمد. استاذ عمر بن استاذ محمد، بالنسبه لموضوعنا اليوم عن الفتن الطائفيه. نعم، اليوم الموضوع اكيد حضرتك تعرف، انت في بغداد. نعم. هناك محاولات لهدم جامع أبو حنيفة النعمان، وهناك محاولات لإزالة تمثال أبو جعفر المنصور للمرة الثانية بعد أن هدمته أو فجرته الميليشيات بال2005. اليوم دي يحاولون يزيلون مرة ثانية. احنا نسأل ليش هذه المحاولات اليوم لإثارة فتنة طائفية من جديد؟ من المستفيد؟ استاذ محمد، بالنسبة نعم أسمعك أبو عمر. استاذ محمد، بالنسبة موضوع الميليشيات بالعراق والامور اللي صارت من الطائفيه من 2003 ولحد الان، تواصل هاي استاذ محمد الميليشيات بكثر ما هي اجتي يعني الحاله النفسيه اللي عندها المتعايشه مع دول ايران ومتعايشه مع سلطه هاي الاحزاب
تقوم قياداته واعضاء هاي الميليشيات مثل نقدر نقول الجنود اللي عندهم اللي موجودين يحاولون من اثاره الفتنه مره جديد للعراقيين، لان ذولا ما عندهم غير انه اثاره الفتنه والحرب الاهليه اللي يصير بين الناس العزل. فاحنا العراقيين استاذ محمد يعني كلنا نعرف اخوان سنه وشيعه ومسيحي وترسطان وصابي، ما عندنا هاي الامور. لكن هم عندهم هذا السلاح اللي يحاولون ان بين فتره وفتره يعني مره نلقى استاذ محمد يعني يبيعون يعني الامور العقارات او الجوامع يعني يحولوها الى امور يعني كانه املاكهم. مره نلقى يفجرون ومره نلقى هذول يحيرون ان شو يسوون للبلد، هم ما عندهم غير هاي اللغه الدم ويحاولون ان يلقون الامور اللي كانت من 2003 ولحد الان يهججوها. ليش؟ لانه مصلحه ايران تنفذ من عندهم هاي الامور تريدها من اجل تدمير بغداد ومن اجل حضاره بغداد ومن اجل ان يكون الوضع يعني لصالحهم. اما الامور اللي تريد يصير المواطن العراقي يريد له وطن، يريد له بناء مستشفى، يريد له بناء مدارس، يريد له امور اللي فقدها قبل 2003 هاي ما يقدمها. لانه هذه اذا اصبح الامور استقر العراق في هذه الامور اصبحت حياه كريمه وحياه امنه. فهو هاي الميليشيات والاحزاب ما يريدون العراقيين بصوره عامه، لان الحقد اللي صارت الحرب الايرانيه العراقيه ما زالت ايران وميليشياتها وقيادتها تتواصل بهاي الجنود اللي عندهم ايديهم. اشكر حضرتك ابو عمر من بغداد، وصلت فكرتك. عندنا السيده ام محمد من دياله، تفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانما بالنسبه للمشاركه البرنامج بالمضيع يا اخوي عاد لنا هوايه، يعني نبدي بالكاظمي اللي ما سوى اصلا يعني دوله. اي. ونبي يعني اليوم اهل الناصريه رفعوا راسنا لما سووا هذا الموقف به، هو بس يحكي يعني تعبنا ترى العراقيين من الحكي. نعم. اليوم الحادثه مال مجبره سبايكر حارقه قلوبنا لحد الان، ما عاقبوا اللي سوى هاي الحادثه مال سبايكر. نعم. يعني والله بنشبع قهر، وهذا وضعنا احنا العراق اهل التاريخ والحضاره، هيك بعدين يصير بينا؟ طيب رايك باللي يحاولون اليوم يشعلون العراق بالفتنه الطائفيه من جديد؟ اليوم محاولات من الاحزاب وميليشيات حتى يدفعون جماعتهم انه يروحون يهدمون جامع ابو حنيفه النعمان في بغداد ويزيلون جامع ابو جعفر المنصور اللي بنى بغداد، اللي هم ما قدروا يسوون ربع اللي سواه من خدمات واعمار لهذه العاصمه، ايش قدموا هم حتى اليوم يروحون يشعلون العراق بهذه الطريقه ومحاوله اثاره فتن اليوم؟ هم اخويا ما قدموا ولا راح يقدموا، هم ما صدقوا حتى يخربون هذا البلد، يعني ما معقول راح يعمرونه. نعم. وباقي عندهم بس الورقه مالت الطائفيه لازم يشتغلون عليها. نعم. دعم اقتصادنا انهار، صحتنا منهاره، تعليمنا منهار، هو شنو اللي باقي؟ ليش بدل ما تروح هذه الاحزاب والميليشيات تدفع انصارها ضد الحكومه، تقول لهم يا حكومه وفروا لنا مدارس، يا حكومه وفروا لنا مستشفيات كهرباء، ليش اليوم رايحين على جامع وعلى تمثال ودي يريدون يطببون العراقيين بهذه المشاكل والصراعات؟ لان ما لقوا احد يردهم من قاموا يقتلون بالناشطين وبالمتظاهرين، وشافوا ماكو دوله تردحهم، فاكيد هم هيك يسوون. نعم. سيده ام محمد انا اشكر حضرتك. اي واحد ما يقهر تابع اخويا يا عيني يسوي اللي يعجبه. نعم. شكرا سيده ام محمد من دياله، انا اشكر حضرتك للمشاركه. عندنا السيد محمد من الحله، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوك محكوم من ايش وقت؟ 2018. اي و شلون عفوا صوتك المشكله ده يقطع، شنو؟ استاذ اخوي محكوم. ماشي انا اريدك بس تنص التلفزيون لو سمحت، اسمعني من التليفون. مشغول بإعادة الحكم. ماذا افهم عليك بصراحه يا محمد؟ محمد انت مشغل التلفزيون؟
اي استاذ خلينا نصي نص الصوت للاخير حتى اسمعك بشكل واضح. خليك تعب غلط. نصي نص الصوت لو سمحت. محمد اخوك بال 2018 اعتقل. طيب بعدين ما دفهم عليك يا محمد، ارجوك تعاود الاتصال مره ثانيه، غير مكانك وابتعد عن التلفزيون حتى اسمعك بشكل واضح. اذا اتصلت على خط حاول تجرب على خط اخر او رقم اخر لعل وعسى الشبكه بها مشكله. انا اشكرك يا محمد. وسام من بغداد تفضل يا وسام. حياك الله وسام تفضل. صحتك. الله يسلمك. الموضوع هذا من التماثيل وشغلات يعني. نعم. يعني هي كلها مؤامرات امريكيه اسرائيليه. نعم. كلها هي مؤامرات امريكيه واسرائيليه. وايرانيه؟ والايرانيين كذلك. يعني هم ما يريدون العراق تستقر. وانتخابات ما تصير على مود هم يبقى العراق تحت سيطرته. ذول اليوم اللي موجودين بالعراق اللي دا يدفعون باتجاه هدم بيوت الله، هدم الجوامع، ذول مو نفسهم يقولون احنا حماة المقدسات؟ مو هذا بيت من بيوت الله يعبد به الله؟ يعني ما يعني ما اقدر احكي يعني ما كله يحششون وكله خماره كله يسكرون وثاني يوم يطلعون يطبقون غير شغله. لا سكارة. ليش اليوم برايك يا وسام؟ ليش اليوم قبل الانتخابات يريدون يشعلون العراق؟ هدفهم هم ما يريدون الاستقراريه، جايين بوق يعني جايين يبوقون يفرزون البلد، ما جايين الحكم. يعني تتوقع الاحزاب سوت هاي الخطوه في سبيل انه هي تروج لنفسها لما تثير فتنه طائفيه، تروج لنفسها انه هي اللي تدافع عن حقوق المظلومين وتريد ترجع حقوق الناس المسلوبه ومن هاي الامور؟ هي جايه بس هدف ايران، مو عليها حصار من قبل امريكا، هي جيب ثاني يعني العراق جيب ثاني لايران. نعم. مصرف ثاني. انا اشكرك يا وسام، شكرا جزيلا. ويانا علي من البصره، تفضل يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي شلونك؟ حياك الله سيد علي، اهلا وسهلا. اخوي شكو بالعراق سنه وشيعه، ان شاء الله كل احنا اخوه. نعم. وان شاء الله ما بيناتنا فرق، بس نقول على القناه هاي المغرضه قاعده تسوي حيازات بيناتنا. من هي يا قناه؟ حتى اول من قناتكم هي هاي نفسيتها، هي قاعده تسوي سنه وشيعه وقاعده تفرق بيناتنا. شلون؟ شلون؟ هسه انا اليوم موضوعي سيد علي، انا اليوم موضوعي دا انتقد بي ودا اريد اسمع رايك انه انت دا تشوف اليوم اكو محاولات لاثاره فتنه طائفيه بالعراق، شلون انا اكون مغرض؟ نشوف يعني قناتكم تسوي تفرق بيناتنا احنا شلون؟ سنه وشيعه ودرقمان وكل شيء. شلون؟ شلون نفرق؟ كل احنا اخوه. اسمعني يا علي سيد علي، شلون نفرق؟ تفرق بيناتنا، تجيبون هذا منا وترجعون هذا منا، اشكرنك انا على الموضوع مالك. طيب ماشي، شكرا يا علي على الاتصال. سيد علي انت ما اعرف يعني احد قال لك خابر وحكي هذا الكلام لو انت متابع، اذا انت متابع فمستحيل انه قناه الرافدين تحرض ناس على ناس او طائفه على طائفه، بالعكس احنا وقفنا منذ اول يوم منذ تاسيس القناه ضد فكره الحرب الطائفيه واشعال فتنه طائفيه بالعراق، ودائما ما نقول بانه الشعب العراقي شعب واحد بغض النظر عن الطوائف والاديان. ونقول دائما بانه العراقيين اخوه. ودائما نساند وندعم اللي يظاهرون بالجنوب واللي يظاهرون بالشمال وبالوسط وبالغربية، ودائما نقف مع المظلومين، مو ترويج نفسنا، هو هذا شعارنا، هي هذه خطتنا موجودة من البداية. إذا حضرتك أنت ما شايف ما سامع ومدفوع أنه أنت تخابر تحكي هذا الكلام راجع نفسك، وإذا أنت متابع فأعتقد أنت متابع بشكل خاطئ، وأرجو منك أنه تتابع بالشكل الصحيح وتفهم خطاب القناة صحيح وتتابع برامجنا وتتابع اخبارنا وتشوف انه احنا دائما منذ اول يوم لغايه اليوم احنا ضد محاولات اشعال الفتنه الطائفيه بالعراق، ضد اللي يحجون بالسنه والشيعه، ضد اللي يحاولون يفرقون هذا المجتمع واللي يهدمون هذا المجتمع من الداخل. انت بعد انا اهم اشكرك. عندنا اتصال. السيد ابو حسن من بغداد، تفضل.
السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يحفظك الله إن شاء الله. أخي محمد، هاي دولة فتنة، دولة فتنة، يعني فتنة يعني مدمرة. يعني ما الله سترنا مال سامرة. نعم. وعادوا سمرت الأخ. يعني ما يردون هم دولة قمة الفتنة. يعني يردون الناس تذابح، هو هذا هدفهم. نعم. بس هم ما يعرفون، الناس عرفت يعني الحق من الباطل. نعم. عرفوا دولة من خلالهم بيصير تدمير العراق. نعم. يعني شنو إنجازاتهم اللي سووها بالعراق؟ كل شيء ما سووا. تدمير، قتل، إرهاب، سرقة حقوق الناس، قتل الناس على الهوية، هو هذا نعم. هدفهم. بس اللي تعرض يحب بلده، اللي يحب البلد اللي عايش فيه، اللي ربى فيه، ما يساندهم. هذا التوقيت، هذا التوقيت اليوم لما نشوفهم قبل الانتخابات يدفعون بهذا الاتجاه، شنو الاستفادة اللي حترجع عليهم لما يجون يهدمون جامع او لما يشيلون تمثال؟ اخي دولة مو بوعيهم، دولة يعني جايبيهم ناس يعني هم يمشوهم على طريق اللي يرجوه، وهي التبعية الإيرانية، إيران. هم يعني أبو حنيفة شمير رجل، يعني رجل صحابي من مسلم حقيقي، رجل إلى تاريخ، إلى قيمة بالإسلام وعد المسلمين. احنا بس نأكد على نقطة، نأكد على نقطة سيد أبو حسن، أنه اليوم اللي يدفعون بهذا الاتجاه هم قلة قليلة، قلة قليلة تابعة للميليشيات والأحزاب، لا يمثلون لا شيعة العراق ولا سنة العراق. لأنه هذه الأفعال التي تدفع باتجاه اقتتال الشعب بالطبع هي بعيدة كل البعد عن طوائف الشعب العراقي وعن أخلاقياتهم وعن مبادئهم. احنا العراق عمره ما عاش الحقبة هاي اللي صارت. نعم. الناس وعوا، هسه وعوا، يعني مو كلهم، يعني مو كلهم، لا، اكو ناس وعت عرفت الحق من الباطل، عرفوا شنو الصحيح، شنو اللي لازم يصير. بس هالشراذم هذول الجو تبعية ايران. نعم. وخدم ايران، هم جايين يسوون الفتنة. بس نسأل الله يكون الفتنة ما تصير ابد، وان شاء الله طالما اكو وعي يا ابو حسن مستحيل تصير فتنة، وخاصة بعد ما جرب العراق. بس أنا أريد أسأل الحكومة، وين من هذا الكلام؟ وين من منع هذه الجهات التي تحاول إشعال العراق؟ وين الحكومة من الحفاظ على وحدة العراقيين؟ وين الحكومة من منع كل من يحاول أن يشعل حرب أهلية أو فتنة طائفية في العراق؟ أخي محمد، إحنا ما عندنا حكومة، إحنا ما عندنا حكومة. خيرهم، حتى رئيس الجمهورية ما يقدر يحل ولا يربط، ولا نعم. رئيس وزراء ولا وزير، كلهم مين يا أخي؟ هذول كلهم مدرسين جايين من الخارج، مو عراقيين. نعم. العراقي لازم يخدم بلده، إذا هو عراقي يبني يصلح، شلون أقول لك، البيت إذا بيشرخ يصلحه. هذول هدموا وما يعرفون يبنون، هذول جايين قتل الناس، سرقة أموال العراق. نعم. إذلال العراقيين، يخلوهم يعني لا تطور، لا علم، لا معرفة، لا صحة. اجى واحد تار خلى تار مش من فوق راسه، حشاله وصدقه. المفروض الله بنطير على الانسان عقل ووعي. نعم. هاي كلها ما تخدم العراقيين، لا سنة ولا شيعة ولا اكراد ولا اي شيء. نعم. والناس هسه وعت ان شاء الله واعية ومتحب الأذية البلدها. هذا مقام يا سيدنا ابو حنيفة، يعني رجل من الصالحين. ما اعتقد يقبلون على الشيء هذا. نعم. بس هاي شله تعبانه قليله، فئه قليله تيجي تسوي الفتنه هاي. نعم. وان شاء الله ما تصير. شكرا سيد ابو حسن من بغداد، اشكر حضرتك للمشاركه. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. شلون استاذ محمد؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. استاذ محمد، كل من يشعر ان عراق الطائفيه بين العراقيين هذا اكثر انسان على الكره الارضيه. نعم. ذولا هدفهم يعني هو تمزيق الشعب العراقي، ما كفاهم هاي الحروب اللي خلقوها بين العراقيين، والعراقيين عمرهم ما يعرفون الطائفية. يا استاذ محمد، انت عشت بالعراق وانا عشت، فما نعرف شنو الطائفية، ما نعرف شنو هذا عليادي، هذا ما نعرفه. بس هم ذولا من اجوا بهاي الاهداف، هم حسبالهم مثل لبنان او غير بلد يقسموه. احنا هنا الشعب العراقي شعب متكاتف، لانه العشائر مالتنا متداخله مو مثل بقيه البلدان. فمي غلطه صارت، صحيح بالبدايه صارت غلطه من يعني نقول غلط الشعب العراقي. نعم. ومشى ويا المسره مالتهم على النهج اللي يردوه مع كل الاسف، هذه يعني تنحسب على العراقيين.
لكنه بعدين بعد ما الشعب العراقي عرف هدفهم وعرف بيدنهم وعرف الاغراض اللي هم يرجوها. ليش دائما قبل الانتخابات؟ ليش دائما قبل الانتخابات؟ ذول يتصيدون بالماء العكر استاذ محمد. نعم. انت كل زي بتعرف بزمن بزمن صدام ذاك النظام اذا واحد يحكي بالنعرات الطائفيه هذا بعد ما له وجود، ما له وجود ليش؟ لانه نظام مستقر وحاكم واحد. ذول احزاب استاذ محمد، ذول نعم. احزاب فيردون يبقون لانه كل واحد يريد هو يبقى فما يقدروا يبقون الا على هالقادرات على الفتنه الطائفيه والنعرات الطائفيه بين الشعب العراقي. فاللي اتمنى ايش راح يقدم سيد عبد الرزاق، انا سالت في بدايه الحلقه ايش راح يقدم؟ نعم. هدم الجامع ولا ازاله التمثال للعراقيين؟ هل حيوفر الكهرباء؟ هل حيوفر مي؟ صحه؟ تعليم؟ نظام قضائي عادل؟ هل حيطلع المعتقلين الأبرياء من السجون؟ حيعمر المناطق المدمرة، المحافظات المنكوبة؟ هل حيوفر وظائف للشباب العاطل عن العمل؟ هاي الشغلات اللي يسووها اليوم شو راح تخدم العراق؟ بشنو تخدمه؟ هذه اللي يردوه هو يوفر الخدمة للدول اللي يشتغلون تحت أمرتها أستاذ محمد، ما يوفر خدمة للعراقيين لأنه أكو دولة تحرك بيهم أو دول تحرك بيهم. انت تعرف كل الزين اللي جاي يصير بالعراق هو اتفاق بين دول اقليميه ودول دوليه دول عالميه. نعم. فاللي جاي يصير هو اتفاق بين دول على نهب وسلب ثروات العراق استاذ محمد. نعم. فاي شيء اللي جاي يشتغلون عليه هو خدمتهم وخدمه الدول اللي يتعاملون وياها. نعم. فما يخدم العراقيين، العراقيين ان شاء الله وعوا للمخططات الأجنبية والديون اللي موجودة هنا اللي تدعم اللي تكون مدعومة من قبل الدول الإقليمية. نعم. فهاي الميليشيات هي اللي دمار العراق أستاذ محمد. نعم. هاي الميليشيات واللي ينتمي هذه الميليشيات هو مو عراقي. نعم. هذا مستوطن، هذا مو عراقي، اللي يثير النعرات الطائفية بين العراقيين. نعم. هذا أكثر مخلوق على وجه الأرض. أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا من جديد. هذا شفتوا المقطع، خلي يرجع لا يبقى هنا، هذا كان كلام احد المتظاهرين امام مصطفى الكاظم، اللي طبعا ما دا يسمع دا يسوي نفسه او جزء ما يسمع بسبب الضجه الموجوده او مشغول ويا هذا اللي قدامه، دا يحاول ايضا يخدره مثل ما خدر عوائل عراقيه منكوبه بابنائها، محروق قلبها على ابنها اللي طلع يتظاهر ورجع شهيد. جزء هم دا يخدر هذا الشاب العراقي يبوسه ويضربه على راسه شويه هيك من المزاح يعني. لكن بالنهاية قوبل بالطريقة اللي شفتوها في بداية الحلقة، وقوبل بهذا الكلام لما نزل يحاول انه هو يكون وسط الجماهير، ومثل ما دق على صدره قبل اليوم هم اجى يواسي عوائل من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار منكوبة بأبنائها، مفجوعة بأبنائها، لكن جاء الرد بهذه الطريقة اللي شفتوها من أهالي مدينة الناصرية، من أهالي محافظة ذي قار، رفضا لهذه الشخصية، رفضا لمن يحاول أن يضحك على العراقيين. نكمل حديثنا مشاهدينا الكرام بموضوعنا اليوم عن محاولات إثارة الفتن الطائفية في العراق. في هذا الوقت هناك تحشيد من قبل بعض الأحزاب والميليشيات من أجل الدفع باتجاه حرق العراق، إعادة العراقيين إلى مربع الطائفية في 2005، محاولة هدم جامع أبو حنيفة النعمان في منطقة العظمية في بغداد، ومحاولة إزالة تمثال أبو جعفر المنصور مؤسس بغداد، باني هذه المدينة الذي
له الفضل في جعل بغداد دار السلام كما تسمى اليوم. طبعا سابقا قبل الاحتلال كانت تسمى دار السلام. فيعني اليوم هناك محاولات من أجل إثارة هذه الفتنة، من أجل إثارة البلبلة في العراق. نسأل دائما من المستفيد من هذه المحاولات؟ ليش في هذا التوقيت بالذات نرى هذه الأصوات تعلو، أصوات الطائفية لدى الأحزاب والميليشيات؟ ليش دا نشوف البعض دا يمشي وراء هذه الميليشيات والأحزاب وما دا يعرف النتيجة، أنه هي النتيجة حتأثر عليه وحتأثر على عائلته وأبنائه بالنهاية؟ هذا الموضوع رغم ثقة العراقيين ببعضهم ورغم تأكد العراقيين بعد التجارب أنهم مستحيل يرجعون إلى هذا المربع، لكن لا يزال هناك من يدفع بهذا الاتجاه. السيدة أم هيثم من الموصل، تفضلي حياك الله. ألو ألو. تفضلي يا أم هيثم. هذا الخبر تسع كتب أم هيثم. شلون؟ اسمي هيثم بس هو كتب أم هيثم. أم هيثم؟ اسمي هيثم. هيثم اسمك هيثم؟ ايه. هذا الخبر عليه كتب أم هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل هيثم. يعني احنا هيثم ولده هسه وياي هيثم. ايه تفضل يا هيثم. تفضل يا هذا القرار الجديد العام. نعم. يشمل المحكومين؟ ما صدر الحدث الشيء رسمي من الحكومة بهذا الموضوع. بعد يا هيثم. أنا أشكرك يا هيثم. شكرا جزيلا من الموصل. أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة يعني برنامج على مود القصر هذا مال المنصور ما سموه. شلون عفوا؟ هذا اللي يقولوا مال جعفر المنصور مو؟ نعم، اكو محاولات لإزالة تمثال ابو جعفر المنصور من بغداد وهدم جامع ابو حنيفه النعمان. احنا نسال. ما سمعت استاذ محمد، ما سمعت يعني هذا الحكي. يعني انت ما سمعت هاي مشكلتك، يعني ادخل على المواقع وشوف. اي بالنسبه لزياره الالو. اي تفضل استاذ محمد. الو وياك. اي بالنسبه لل مال البارحة، ما بتقولها غالبا. لا، البارحة تم طرحها بالبرنامج وتحدثت بها يوم الخميس. حضرتك ما متابع. أنا بس أريد أسألك اليوم. إحنا قلنا طبعا مجزرة سبايكر وطالبنا بالكشف عن مصير أو عن مرتكبيها ومحاسبة اللي تسببوا بهذه المجزرة، وكانت لجنة نيابية موجودة في البرلمان اتهمت حكومة نور المالكي بالتورط بحدوث مجزرة سبايكر، وبعد ذلك صوت البرلمان على عدم التحقيق، عدم إكمال التحقيق. يعني المشكلة يم الحكومة صارت. أنا أريد أسأل حضرتك. اسمح لي أبو شيماء. أبو شيماء اسمح لي. اليوم موضوعي أني مثل ما حضرتك سمعت أكو محاولات من الأحزاب ومن الميليشيات لإثارة فتنة طائفية بالعراق. ليش اليوم يا أبو شيماء؟ ليش دي يحاولون يعيدون العراقيين إلى الفتنة الطائفية؟ والله ما بالنسبة ما أنا يعني أنا بالنسبة هاي ما أرفض اليوم هذا الوضع. نعم. محمد ما أقول يعني طائفية بعد ما سبقت بالعراق. نعم. محمد. لا ليش؟ صحيح. يعني الطائفية اليوم. الطائفية اليوم ماكو. يريدون يروحون على هذا ما يعني تعال فاجئت تقولي يروح على قبر هذا ضريح يعني قديم شلون يروح. نعم. ليش لعد يريدون يرجعون العراقيين إلى هذا المربع؟ استاذ الحديث هاي ما لها علاقه، هاي شغلات انت انا ما امن بشخص زاد عمر ابو المنصور قتل الامام الكاظم الصادق عليه السلام، فايك ناس نقول لك حرام يبقى بغداد، اكو بحقليتهم يعني. انه يقول لك هذا ما يجوز لانه قتل الامام وشلون يعني رمز بالعراق. نعم. واحنا دوله اسلاميه وما يصير هذا. طيب. اكو ناس يعني مو كلها يعني اكو ناس كل واحد وحقليته. صحيح. يعني كل واحد وتصرفاته، انا بالنسبه لي ارفض هذا الشيء، بس اكو ناس لا تأيد يقول لي لا لازم اللي دايأيد. خلينا ويا اللي دايأيد. ابو شيماء اليوم اذا قاموا وهدموا بيت من بيوت الله، جامع ابو حنيفه النعمان، بيت من بيوت الله للعباده، وقاموا وشالوا تمثال ابو جعفر المنصور،
حترجع لك الكهرباء لبيتك اليوم؟ حتشرب مي نظيف ببيتك؟ لا هاي ما لها، هي ما لها علاقه بالكهرباء، هاي هي شغله قلت لك. هو انا بدي اسال ايش راح يقدم لهم هذا الشيء؟ ايش راح يقدم لهم لما يقومون يحاولون يشعلون فتنه طائفيه بالعراق، يهدمون جامع ويشيلون تمثال، ايش راح يتغير بالعراق اليوم؟ لا ماكو، ما يتغير، مو قلت لك انا ما يتغير، كل من وحقيته استاذ محمد. انا بالنسبه لي انا اصلا جبت اي شيء، بس اكو ناس لا يقول لك لازم هذا، هذا ما يصير هذا، لانه بس لماذا هذا ما يجوز، انه لازم نوقف عن بغداد. طيب. بلد الشام وهذا ما يجوز. نعم. هذا الفريق. نعم. إذن إذن بالنهاية والخلاصة، بالنهاية والخلاصة حضرتك، نعم بالنهاية والخلاصة حضرتك ترفض محاولات إثارة الفتنة الطائفية بالعراق من جديد، ترفض هذه المحاولات لهدم المسجد. محمد حمادي أكثر أستاذ حمزة إليك، أنا أحترمك والله، لو تجي هنايا المرة أخليك على راسك. الله يبارك فيك، أنا أشكر حضرتك أبو شيماء، شكرا جزيلا سيد أبو شيماء، بارك الله بك على ذوقك وكلامك الطيب. طبعا مع السيد أبو شيماء نختلف دائما بالآراء أحيانا في وجهات النظر، لكن بالنهاية يبقى مواطن عراقي يخاف على مصلحة البلد، ويظهر المعدن الأصيل بهاي اللحظات الصعبة لما تأتي مجموعة قليلة تحاول أن تشعل العراق وتثير اقتتال داخلي بين أبناء المجتمع الواحد، بين أبناء البلد الواحد اللي عاشوا مئات السنين آلاف السنين في هذا البلد على مبادئ واحدة، على أخلاقيات واحدة، على أصول واحدة. تأتي اليوم هذه المجموعات بعد الاحتلال مثل ما قال السيد أبو حسن من بغداد، نجحت للأسف في 2005، يعني نجحت بإثارة الفتنة الطائفية. كانت لإيران طبعا، كان لإيران الدور الكبير بهذا الموضوع، لكن اكتشف العراقيون فيما بعد، بعد التجارب والامتحانات والاختبارات، أن هذه المحاولات لن تنفعهم بأي شيء، مجرد إثارة نعرات طائفية، حقد وبغضاء بين الناس، إشعال الصراعات والاقتتال، و يعني الدماء تسيل بكل مكان. لكن بالنهاية اليوم وصلنا إلى 2021، من 2019 ثورة تشرين كانت أكبر مثال على الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب العراقي، لأنه ما حد يقدر يميز منه كان موجود في بغداد أو في التظاهرات الموجودة أو في باقي المحافظات. أول بداية انطلاق الثورة تشرين جاءت قوافل مساعدات من مدينة الفلوجة اللي تعاني ما تعاني، وعانت ما عانت من ويلات القصف الأمريكي وحصار الميليشيات وغيرها، جاءت قوافل مساعدات إغاثية إلى ساحة التحرير في بغداد في أول أيام التظاهرات، وهذا أكبر دليل أنه هذا الشعب شعب واحد مهما حاولوا. عندنا اتصال السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله محمد، حالي سالم السلامين. الله يسلمك أبو ياسين، كل الهلا. أخ محمد، الخارج على القانون كل شيء يطلع منه، دفع دولة خارجين على القانون. نعم. بس أنا أوضح قد نقطة، هم زعامات هاي المشاكل هم المعممين. طيب. فالمعممين هم داعش فعول الفتنة الطائفية. احنا نفهم الشرطة هم حماة المشاريع والشركات، لكن هو مختصر تتبرع حماية الأمة، العتبات المقدسة. طيب. بين الإمام سالم عليه السلام والإمام أبو حنيفة عليه السلام بس للشر. قبل شهر كلكم تذكرون طب السيارات عسكرية بحملة ميليشيات، رفعوا الصواب العظمية مال الميليشيات اللي خارج العراق. نعم. فهذا اعتداء سافر. بس هذا سلاي اللي طلقت الإمام عليه السلام، شو تعتقدون هاي الناس المخلبين؟ هاي الناس الموالين لإيران. نعم. مو لمس هاي الميليشيات الخارجة على القانون، قبل سلام مطلقات، تعال تعمل دفع على الرسوم في ذاك النظام السابق. مو المفروض اليوم سيد أبو ياسين، مو المفروض اليوم وفق القانون، وفق القانون إذا كان أكو قانون عادل بالعراق، أنه هؤلاء الذين يحاولون إشعال فتن وإثارة النعرات الطائفية بالعراق يحاكمون بتهمة الخيانة العظمى، يحاكمون بتهم أربعة إرهاب فعلا، ألا يعتبر هذا إرهاب أنه أنت تحاول أن تشعل صراع داخل المجتمع؟ هاي اذا كان اكو دولة قانون محمد، قبل كنا اذا واحد يفور يسجنونه ياخذونه للامن احتراما للاله واحتراما للعتبات المقدسة والديار كلها. لكن هم اليوم انا شنو اقول المرجعية وين دوركم؟ انتم مو الفستان يقول انتم انفسنا، ما تقول انتم ارواحنا، هذا الكذب على العالم، وين بيان المرجعية؟ سيد ابو ياسين، خلينا نقول سيد ابو ياسين لحظة حتى لا نقعد نرمي بالتهم. الفكرة اليوم هناك أحزاب وميليشيات
تدفع باتجاه إثارة فتنة طائفية بالعراق. خلينا بهذه الجزئية ونقول احنا هذه الجهات، ونقول بس اسمح لي، ونقول هذه الجهات هي اليوم مصدرة نفسها للمجتمع بأنه هي حامية المقدسات. هذه الميليشيات اللي هم يسموها الفصائل المقاومة هي تقول احنا حماة المقدسات. ألا يعتبر هذا الجامع مكان مقدس، بيت من بيوت الله؟ لماذا يتم الدفع باتجاه هدمه وباتجاه حرقه وباتجاه تجريفه ومن هذه الامور؟ انطلاق اشارات المقاومه هي من الاعظميه، فهذا سارات يطلقون سارات محمد مثل ما ذي قال هي لارض القادسيه، نفس المكشوف العقد مالهم على ذي قال منطقه شيعيه جد يقتلون بالعالم لانه انطلاق مقدسيه من ذي قال، والامام الاعظم كذلك ما يعتبرونه، هذا يزدونه يقول لك هذا رمز سني. فمحمد انا اتحدث لك عن المرجعيه، وين دوركم؟ مو هم يسمون المرجعيه صمام الامان، هو السيستاني طيب. من قال ارواحنا اذا 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 يبقى هنا يبقى هنا. نعم انا اشكر حضرتك ابو ياسين هنا. اذا هذا كلام موجه من مواطن عراقي الى المرجعية في النجف، أن تخرج بموقف يحقن هذه الدماء ويحاول أن يوقف هذه المحاولات البائسة، خاصة وأن هذه الجهات التي تدفع بهذا الاتجاه تتشدق بالمرجعية وتحاول دائما أن تقول بأنه المرجعية هي التي توجهنا. ولذلك كان هناك واجب اليوم على هذه المؤسسات الدينية أن تخرج بموقف واضح وحاسم تجاه هذه المحاولات، وأن تكون مدافعة بقدر ما تدافع عن الأضرحة الدينية في نجف وكربلاء، أن تدافع أيضا عن بيوت الله في المحافظات العراقية كافة، لأن هذا واجبها، وتحميها من كل هذه المحاولات التي تطال دور العبادة، لأن هذا الجامع بالنهاية يدخل السني والشيعي يصلي يتعبد لرب العالمين. هذا المكان ليس حكرا على أحد، ليس مخصصا لأحد، هذا المكان لكل المسلمين، وبالتالي هذه المحاولات هي محاولات من أجل إشعال العراق. عندنا ابو راشد من عمان، تفضل. تحيه لك يا اخي محمد. الله يسلمك، الله يبارك فيك عمرك. هذا لا قريب على الحكومه العراقيه طال عمرك، خلال ازمه المناطق الغربيه اللي هو 200 مسجد اللي يعدوها الحزب الشعبي طال عمرك، وهذا دليل انه يعتمد من القوات الايرانيه طال عمرك. نعم اشكر حضرتك. تفضل كمل ابو راشد، كمل عفوا. فالدليل ان الحكومه العراقيه تعتبر من القوات الايرانيه وليس لها دور فعال في الحكم في سلاله العراق. نعم. شكرا يا سيد ابو راشد من عمان. خلونا نقرا بعض الرسائل الوارده مشاهدينا الكرام. يقول احد المشاركين: ميليشيات صفويه هي مسيطره على العراق، مع الاسف افراد هذه الميليشيات من العراقيين. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، ممكن أشارك؟ تفضل، الأرقام موجودة، لكن للأسف طبعا وقت البرنامج انتهى. عندنا رسالة السيدة فاتن من ألمانيا تقول: السلام عليكم قناة الرافدين العظيمة أستاذ محمد. أبو جعفر المنصور شعلي بالسياسة، أخي العراق كلهم طوائف، لأن أبو جعفر المنصور هذه الميليشيات وهذه الأحزاب تحاول إثارة الفتن، شلون يدرون يشيلون أو يريدون يشيلون حتى التمثال. طيب شكرا يا سيدة فاتن. عندنا رسالة من السيدة أبو حاتمة من الموصل، وطبعا بس أقول شغلة مشاهدينا الكرام، أكو بعض الرسائل تأتي وفيها خطابات أو لغة غير لائقة من ناحية أنه هي تتعامل بمصطلحات طائفية، بغض النظر أصحابها يعني مدافعون يعني روحهم وطنية كذا، لكن يجب يعني أتمنى أن يكون هناك، يجب أن تكون هناك اختيار للألفاظ والمصطلحات، لأنه أنا ما راح أقرأ، مستحيل أقرأ هذه الرسائل اللي هي تتكلم عن سنة وشيعة، وأيضا تحاول بشكل يعني بالخطأ تثير مشكلة. فأتحفظ عن قراءة أي رسالة غير يعني غير دقيقة باختيار الألفاظ والتعابير، لأنها ستكون مدخل لمشكلة، وبالتالي احنا بعيدين، احنا نحاول نصلح ونحاول نكون واجهة لعراق واحد موحد، ما يجي حتى أحد بصراحة يخطأ بشكل غير مباشر أو مباشر. عندنا رسالة من أبو حاتم، آخر الرسائل لدينا، يقول بعد التحية والسلام: العراق في محنة،
في محنة القرن الحادي والعشرين، العراق يحتاج لثورة شعبية وطنية وتكاتف من الشمال إلى الجنوب، والقضاء على الأحزاب والميليشيات والاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانه. إيران تسعى لإدخال العراق بحرب أهلية، وهذه أخروقة، ما أفهم شنو هذه يعني، وهذه أمام الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وعلى العراقيين التحرك وإنهاء دور الاحتلال وأعوانه من العراق. والسلام عليكم. شكرا جزيلا أبو حاتم، أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.